ايه يا شجر، عمال اكلمك على التليفون ما بتديش ليه؟ بس حلو قوي المكان على فكره، لذيذ. طب حلو ان هو عاجبك، بس ما ينفعش تجيلي هنا، ده محل شغلي، وبعدين ده محل كوافير حريمي. بجد؟ اه. في ستات ولا ولا ولا، انا مش عايزه حد يشوفك اساسا. اذا كان انا منبهه على البنات ما حدش يجي يزورهم هنا، تقوم انت نطيت لي هنا؟ انط لك؟ لا على فكره، انا ليا ارباح زيك في المكان ده. مين صاحب كلمه شوجر بذمتك؟ طول عمرك ناصح، يبقى هات امك خليها تعمل شعرها عندي. امك؟ عارف ايه اكتر حاجه بحبها فيك يا شوجر؟ قولي يا عمر. ايه يا عمر؟ قولي ايه يا عمر؟ ايه يا عمر؟ لبختك. طب عايز ايه؟ مفيش، انا كنت جاي معدي هنا بالصدفه، قلت اجي اطمن عليك اشوفك عايزه حاجه ولا بتاع. انت عارفه ايمن صاحب عنده شركه استيراد وتصدير، يمكن تكوني محتاجه معدات ولا بتاع سشوار هنا، مكنه هنا. لو النبي معدي بالصدفه. أه؟ انت شكلك بتتلكك. اوكي. طب عايز ايه؟ هات من الاخر. على فكره انا قلت لك من الاخر انا عايز ايه، يوم لما جيتي لي البيت ونزلتي من الساعه 4 والحاجات دي كلها، يوم لما قلت لي اس فور سكر، وانت من يوميها مش عايزه تبلي ريقي بكلمه حتى. يا شيخ حرام عليكي. ابلي ريقك بايه يا ابني؟ انا ماليش في كلام السهوكه بتاعك ده، وبعدين صحوبيه والجو ده مش بتاعي على فكره. وانت شكلك بتتسلى. طب اقول لك حاجه، عايز تتسلى هات كيس لب اقعد ازقزه كده. ما بحبش اللب. طب ممكن تمشي لو سمحت؟ ولا نركو الفيشن بتعمله بكام؟ ممكن تسيبني لو سمحت عشان اشوف شغلي؟ طب هعمل باديكير. طب بليز. او مامي عايز تعمل. طب من فضلك. بصي انا مش همشي من هنا غير لما تيجي معايا نقعد في كافيتيريا نتكلم شويه. بص انا هاجي معاك لسبب واحد بس. اللي هو؟ تصعب عليا بصراحه، ما بحبش ازعلك. لسه عندي حته كده ليك صغننه قد كده. قاعد جوه ومربع. لذيذ يا رامي. ميرسي.